Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki bir alana göz koymaları ve işgal etmeye çalışmaları üzerine 1991 yılında bu alanda direnişe başlayan Kudüslüler topraklarına sahip çıktı. O bölgeyi işgal edilmekten kurtarmak için kurulan Burcul Laklak Derneği bugün Kudüslü çocukların, gençlerin ve kadınların eğitimine destek oluyor, yaşamlarına dokunuyor. جمعية برج الأخ مجتمعية جمعية فلسطينية تأسست في العام 1990 والهدف كان من تأسيسها هو حماية أرض برج اللخلق اللي هي مساحتها 9 دونمات من الأرض الوقفية لعائلات مقدسية في العام 91 كان في مخطط إسرائيلي لبناء 240 وحدة استيطانية على هذه الأرض وبقيادة الراحل فيصل حسيني بيت الشرق تم التواجد في قطعة الأرض على مدار 40 يوم بشكل متواصل ليلا نهارا والمبيت في الأرض لإثبات الملكية وحماية الأرض من الاستيطان الإسرائيلي بعد هيك تم إثبات الملكية والتواجد في الأرض وتأسيس نواة لعمل مجتمعي جمعية فلسطينية مقدسية مجتمعية لحماية الأرض والتواجد فيها جمعية برج الأخلاق المجتمعي هدفها الرئيسي هو حماية أرض برج الأخلاق المجتمعي من الاستيطان وبنفس الوقت كمان إيجاد مساحة من البيئة الآمنة للأطفال والشباب والنساء وأيضا اللي هو العمل على تمكين الشباب والنساء المقدسيين في عندنا مجموعة فعاليات تستهدف ثلاث فئات الفئة الأولى هم فئة الأطفال وفئة الشباب والفئة النساء في مجموعة فعاليات مشاريع بتتم في جمعية برج اللقلق في تقريبا 11 مرفق بين ملعب كرة قدم ملعب كرة سلة ساحات مفتوحة حدائق بالإضافة لمكتبة بالإضافة لمختبر حاسوب ومعمل سيراميك وبالإضافة لمطبخ للنساء فعالياتنا بتتمحور حول تعزيز وتواجد أبناء البلد ودعمهم من ناحية دعم نفسي ودعم كمان لوجستي وأفكار وإلى آخره حتى اليوم اللي هو أكثر من 30 سنة إحنا شغالين على هذا المكان في هذا المكان اللي هو بضم شباب البلد القديمة سواء الموظفين سواء المستفيدين من البرامج الموجودة بضم أكثر من 30 موظف من موظفين البلد القديمة من الشباب البلد القديمة بالإضافة للاحتلال قديش كل يوم بحاول يخرب الأنشطة واقف الأنشطة بالإضافة ليضايق على الموظفين لأنهم بالنهاية بدهم هذا المكان هم عينهم هذا المكان المكان هو استراتيجي قريب على المسجد الأقصى المبارك بالإضافة لأنه ملاصق لسور البلد القديمة وهذا كمان بيخلي الاحتلال دائما أنهم يحاولوا يصادروا هذا المكان أو يحتلوا أو يأخذوا هذا المكان ويحاولوا كمستعمرة إسرائيلية